بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بالنسبة لطلاب الصف الثالث الإعدادي، إن شاء الله النهاردة معانا أهم موضوع أعطى الباراجراف للصف الثالث الإعدادي 2022 للترم الأول. الترم الأول، ولكن دايما كلنا البداية مع بعض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا الموضوعات معنا مترقمة تبع أهميتها، يعني تبع أهم موضوع باراجراف، وطبعا أهم موضوع ممكن يجينا ماي سيتي يعني مدينتي. ماي سيتي يعني مدينتي. لو جينا نتكلم عن ماي سيتي in the following lines، دايما بحط المقدمة دي ونحط الموضوع بتاعنا. In the following lines I will talk about my city، هتكلم عن مدينتي. I am a student، تعريف بسيط عن نفسي كده. I live in دمياط، أنا بعيش في مدينة دمياط. It's my city، طبعا كل واحد هيكتب مدينته. It's in the north of Egypt، هيحدد مكانها. It's in the north، It's in the east، It's in the south، يعني اتجاه المدينة. طبعا It's in the north of Egypt، يعني في شمال مصر. It's great and beautiful، يعني عظيمة وجميلة. We should be proud of that، لابد ان احنا نكون فخورين بذلك. The weather is fine، is mild، mild يعني معتدل. ممكن اقول the weather is fine in summer and cold in winter، وبارد في فصل الشتاء. The people are kind and friendly، the people are kind and friendly، يعني الناس عطوفة وودودة. There are a lot of workshops there، يعني يوجد الكثير من الورش هناك. The carpenters are so clever، carpenters اللي هم النجارين. Are so clever يعني مهرة. They make beautiful furniture، يعني بيعملوا أساس جميل. Also أو بيصنعوا أساس جميل. Also it's famous for making sweets، يعني مشهورة بصناعة الحلوى. And dairy products، ومنتجات الألبان. Also you can swim in the sea in رأس البر، ممكن تسبح في البحر في رأس البر. In summer you can enjoy the beautiful view of the Nile، تستمتع بالمنظر الجميل للنيل. And the sea at night، والبحر في الليل. Really it's an attractive city، يعني حقا إنها مدينة جميلة. Why don't you come and live in دمياط، why don't you come، ليه ما تجيش وتعيش في مدينة دمياط. طبعا ده أهم موضوع عندنا بالنسبة لمنهج الصف الثالث الإعدادي، وهو عن سيتي. طبعا كل واحد هيكتب فيه عن مدينته. الموضوع التاني عندنا من الورك بوك، وهو A review of the best and worst items of technology in your house. A review يعني استعراض the best and worst، لأفضل وأسوأ العناصر من التكنولوجيا في منزلك. طبعا الباراجراف ده مهم جدا، لأنه عندنا على يونت 2 هنستعرض فيه الأدوات اللي احنا أخدناها في المنهج. In the following lines I will talk about the best and worst items of technology in my house، يعني في السطور التالية هستعرض أهم وأسوأ السلع التكنولوجية في منزلي. I am a student، طبعا المقدمة البسيطة احنا حطينا العنوان فيها، كتبنا in the following lines، وناخد بالنا انا بقول talk وليس take. talk يعني يتكلم، T-A-L-K انا هتكلم عن the best and worst items of technology in my house، طبعا ده العنوان اللي جايبهولي. I am a student يعني أنا طالب. I am in prep 3 أنا في الصف الثالث الإعدادي. I live in Egypt أنا بعيش في مصر. I live in the age of technology، I live in the age of technology أنا بعيش في عصر التكنولوجيا. Thanks to modern technology، بفضل التكنولوجيا الحديثة. Our lives become easier and more comfortable، حياتنا أصبحت أسهل وأكثر وأكثر راحة. We have the internet، عندنا internet. The mobile، mobile. The computer، the microwave، the TV، the kettle، the speakers and other useful things in my house، طبعا نستعرض الأشياء الموجودة. فطبعا بنقول we have عندنا the internet، the mobile الهاتف، the computer الكمبيوتر، the microwave، the TV التلفاز، the kettle الغلاية، the speakers مقبلات الصوت، and the other useful things in my house. We can get information on the internet، ممكن نحصل على الانفورميشن من الانترنت.
Also, the internet helps us to send messages. يعني ساعدنا في إرسال الرسائل. The mobile helps us to communicate with others in any time and in any place. الموبايل ساعدنا على إننا نتواصل بالآخرين في أي مكان وفي أي وقت. The computer helps us to store information. الكمبيوتر ساعدنا على store يعني نخزن information معلومات. On the other hand من ناحية أخرى these inventions هذه الاختراعات make us lazy يعني جعلتنا lazy يعني كسولين. As we sit for hours in front of these items. As we sit لأننا بنجلس لساعات طويلة in front of these items أمام هذه الأجهزة. Also the television and the speakers التلفاز والسبيكرز cause much noise بتسبب لنا ضوضاء and stress وتوتر. So we should use them these things properly. So لذلك we should use these things هذه الأشياء properly يعني بطريقة مناسبة. To live a happy life لكي نعيش حياة سعيدة. طبعا ده الموضوع التاني وناخد بالنا منه برضو. بالنسبة للموضوع number 3 the Egyptian handcrafts وطبعا الموضوع ده برضو على unit 2 the Egyptian handcrafts يعني حرف يدوية مصرية Egyptian handcrafts حرف يدوية مصرية. In the following lines I will talk about the Egyptian handcrafts هتكلم عن الحرف المصرية اليدوية. I am a student أنا طالب I live in Egypt أنا بعيش في مصر. المقدمة البسيطة اللي دايما بنكتبها. I am proud to be Egyptian. I am proud يعني أنا فخور to be Egyptian كوني مصري. Egypt is a great country. مصر دي دولة عظيمة. The people are kind and clever. الناس فيها kind عطوفين and clever ومهرة. They make beautiful handicrafts. بيصنعوا منتجات أو صناعات حرفية يدوية. They make carpets. بيصنعوا carpets السجاد bags الحقائب. And colorful pots وأوعية ملونة. In my point of view من وجهة نظري in my point of view Egyptian handcrafts are so beautiful and attractive. Egyptian handcrafts يعني الحرف اليدوية المصرية are so beautiful يعني جذابة and attractive جميلة وجذابة. You can buy wooden boxes for jewelry. You can buy ممكن تشتري wooden boxes صناديق خشبية for jewelry للمجوهرات. They are decorated with shells. They are decorated يعني هي مزينة أو مزخرفة بالشلز القواقع. Also you can buy pots in different colors. Also يعني أيضا you can buy pots ممكن تشتري أوعية in different colors بألوان مختلفة for your home لمنزلك. You can buy ممكن أن أنت تشتري you can buy beautiful modern carpets too. Modern or beautiful modern beautiful يعني جميل modern حديث carpet سجاد حديث وجميل too أيضا. For me بالنسبة لي the Egyptian handcrafts are amazing. For me بالنسبة لي the Egyptian handcrafts يعني المنتجات اليدوية المصرية are amazing يعني رائعة. They will look amazing in your home وهيبدو أجمل في منزلك. Why don't you come and buy these handcrafts? Why don't you come? Why don't you come and buy these handcrafts? طبعا دي question mark علامة استفهام لأنه ده أسلوب اقتراح. تعالوا مع بعض نشوف الباراجراف اللي بعده برضو مهم. My dream job وظيفة المستقبلية My dream job. In the following lines I will talk about my dream job. في السطور التالية هتكلم عن وظيفة المستقبلية. I am a student يعني أنا طالب. I am 14 years old أو I am 15 years old أنا عندي 15 سنة. I am in prep 3 أنا في الصف الثالث الإعدادي. I am in prep 3 يعني أنا في الصف الثالث الإعدادي. I live in دمياط أنا بعيش في مدينة دمياط. My mother is a teacher مامتي معلمة. She is 35 years old يعني عمرها 35 عام. She teaches English بتدرس إنجليزي. My father is a doctor والدي طبيب. He is 40 years old هو عنده 40 سنة. He is so kind يعني هو عطوف جدا. He is clever يعني ماهر. He helps the sick يعني بيساعد المرضى. He gives them medicine بيعطيهم الدواء. When I grow up لما أكبر I'd like to
to be a doctor like my father. When I grow up, لما أكبر أنا عايزة أبقى طبيب زي والدي. I want to help the sick. أنا عايزة أساعد المرضى. Also, I want to help the poor. وعايزة أساعد الفقراء. My mother and my father help me to study hard. My mother and my father. والدي والدتي بيساعدوني إن أنا أدرس بجد. My father helps me to study science. والدي بيساعدني إن أنا أدرس علوم أو أذاكر علوم. My mother helps me to study English. ومامتي بتساعدني إن أنا أذاكر إنجليزي. Also my teachers help me. وأيضا المعلمين بيساعدوني. So I do my best. I do my best. لذلك أنا ببذل أقصى ما في وسعي. To achieve my goal. إن أحقق هدفي and be a doctor وأكون طبيب. Really it's a great job. حقا إنها وظيفة عظيمة. طبعا ده برضو باراجراف مهم ناخد بالنا منه. ندخل على أجزاء البايوغرافي وكلها شبيهة ببعض. لو قال لي اكتب a biography of a person I admire أو you admire، يعني اكتب سيرة ذاتية لشخص أنت معجب به. In the following lines I will talk about a biography of a person I admire. أنا أتكلم عن شخص أنا معجب به. I love محمد صلاح. أنا بحب محمد صلاح. I think all the Egyptians love him. أعتقد أن كل المصريين بيحبوه. He is a famous Egyptian footballer. He is a famous Egyptian footballer. يعني هو لاعب مصري مشهور. I want to be a footballer too. أنا عايزة أبقى أكون لاعب كرة قدم أيضا. He is my favorite sport star. He is my favorite sport star. يعني هو لاعب أو النجم الرياضي المفضل عندي. He is from Egypt. يعني هو من مصر. He is a sports star. يعني هو نجم رياضي. He plays football for many teams. هو لعب كرة قدم لفرق عديدة أو كثيرة. He plays for the Egyptian national team. He plays for لعب لصالح الفريق القومي المصري. Now he plays in England. Now he plays in England. يعني الآن هو بيلعب في إنجلترا. He plays for Liverpool team. يعني لعب لفريق ليفربول. He is so famous. يعني هو مشهور جدا. He plays well. هو بيلعب كويس جدا. He scores a lot of goals. أحرز الكثير من الأهداف. All people like him. كل الناس بتحبه. He is so clever and active. يعني هو clever ماهر and active نشيط. He is a fast player. He is a fast player. يعني معروف إن هو لاعب سريع. Also he is so kind. وأيضا هو لاعب عطوف. He helps the poor. He helps the poor. يعني ساعد الفقراء. He gives them money. يعني اعطاهم المال. For me بالنسبة لي. He is the best player in the world. For me بالنسبة لي. He is the best player in the world. يعني هو أفضل لاعب في العالم. طبعا لو كتب لي إن أنا أكتب بايوغرافي عن a person I admire. أما لو حدد لي a biography of your father who is a doctor، لو biography عن والدك اللي هو الطبيب، ممكن نعمله in the following lines. ناخد بالنا نحن بنسيب مسافة كلمة. In the following lines I will talk about my father who is a doctor اللي هو طبيب. I am a student. يعني أنا طالب. I am in prep 3. أنا في الصف الثالث. I live in دمياط. أنا بعيش في مدينة دمياط. I live with my father and my mother. بعيش مع والدي ووالدتي. My father is a teacher. My mother is a teacher. She is 35 years old. She is clever. My father is a doctor. والدي طبيب. He is 40 years old. He is so kind. يعني عطف. He is clever. He examines the patient. بيفحص المرضى. He gives them medicine. بيعطيهم دواء. He is active. He gets up early. بيستيقظ مبكرا. He likes his job. بيحب عمله. He works hard. بيعمل بجد. He helps the poor. بيساعد الفقراء. He examines the poor for free. وبيكشف على الفقراء for free بالمجاني. Also he gives them medicine for free. وبيعطيهم دواء بالمجاني. I want to be a doctor too. أنا عايز أبقى طبيب أيضا. I want to help the sick. عايز أساعد المرضى. So I do my best. عشان كده أنا ببذل أقصى ما في وسعي. To be a doctor like him. عشان أكون زيه. Really my father is a great person. فعلا أو حقا والدي ده رجل عظيم. All people like my father. كل الناس بتحب والدي.
لو قال لنا برضو اكتب paragraph about my favorite hobby أو my favorite sport أو your favorite hobby يعني هوايتك، أو لو قال لك your favorite sport رياضتك المفضلة، أي واحدة في الاتنين نفس العنوان. In the following lines I will talk about my favorite sport، هتكلم عن رياضتي المفضلة. ممكن أقول in the following lines I will talk about my favorite hobby، يعني ممكن لو انطلب مني hobby أكتب له my favorite hobby، ولو قال لي my favorite sport أكتب له كلمة my favorite sport، يعني الاتنين عندي صح. يبقى in the following lines I will talk about my favorite hobby أو in the following lines I will talk about my favorite sport. I like sport، أنا بحب الرياضة. My favorite sport is football، الرياضة المفضلة عندي كرة القدم. It's a nice sport، يعني هي رياضة لطيفة. It's a popular sport، يعني رياضة محبوبة. I like to play it in my free time، بحب ألعبها في وقت الفراغ. I like to play it with my friends، بحب ألعبها مع أصدقائي. I like to play it every day، بحب ألعبها كل يوم. I like to play it at the club، بحب ألعبها في النادي. It helps me to be fit، it helps me، بتساعدني أبقى قوي. It helps me to be strong، وبتساعدني أبقى لائق بدنيا، fit و strong قوي. My best player is محمد صلاح، اللاعب المفضل عندي محمد صلاح. He is a footballer، يعني هو لاعب كرة قدم. He is from Egypt، يعني هو من مصر. He plays football، بيلعب كرة قدم. He plays well، بيلعب كويس. He scores a lot of goals، ممكن ناخد من باراجراف سيرة محمد صلاح الذاتية نضيف هنا جزئية. He plays football، he plays well، he scores a lot of goals. I want to be a footballer too، عايز أبقى لاعب كرة قدم أيضا. Really it's a great sport، حقا إنها رياضة. Really طبعا هنا يعني خاتمة بسيطة، Really it's a great sport. بالنسبة عندنا لو طلب مني paragraph about shopping online، عن التسوق online، وطبعا ده من ال workbook عندنا، يعني ده من كتاب ال workbook، ممكن نكتبه ازاي؟ In the following lines، برضو بنسيب مسافة كلمة في الأول. In the following lines I will talk about shopping online. I am a student، يعني أنا طالب. I live in Egypt، أنا بعيش في مصر. I live in the age of technology، بعيش في عصر التكنولوجيا. Thanks to modern technology، بفضل التكنولوجيا الحديثة. Our lives become easier and more comfortable، حياتنا أصبحت أكثر سهولة وأكثر راحة. In my point of view، من وجهة نظري shopping online is so great، التسوق عبر الإنترنت ده شيء عظيم. It saves our time، يعني وفر علينا الوقت. We don't spend time traveling to shops، we don't spend time، يعني ما لا نهدر وقتنا في السفر أو الذهاب للمحلات. We can stay at home، ممكن نظل في المنزل. And buy anything we want، ونشتري أي شيء إحنا عايزينه. Also we can choose online what we want، also يعني أيضا we can choose، نختار online what we want اللي إحنا عايزينه. Really shopping online is so good، يعني really يعني حقا التسوق عبر الانترنت is so good. But we must be careful، but يعني لكن، but we must be careful، يجب ان احنا نكون حريصين. We must deal with the best sites and make sure that they are true، not fake. We must deal with it، يعني يجب ان احنا نتعامل with the best sites، مع افضل المواقع. And make sure، ونتأكد that they are true، إن هم كويسين. Not fake، وليست مزيفة. For me، بالنسبة لي shopping online helps all people to stay to buy easily. Shopping online يعني التسوق عبر الإنترنت helps all people، ساعدت كل الناس to buy easily، إن هم يتسوقوا بسهولة أو يشتروا بسهولة. برا عندنا من كتاب ال workbook a good holiday you have had، A good holiday، أجازة جيدة. You have had، يعني أنت قضيتها. طبعا هنا نستخدم present perfect. In the following lines I will talk about a good holiday I have had، يعني عن أجازة أنا قضيتها. I have been to the fun fair on holiday، I have been to the fun fair، يعني رحت الملاهي on holiday في الأجازة. I have been to the fun fair since last Friday، ذهبنا هناك منذ الأسبوع الماضي. I have been there with my friends، رحت مع أصدقائي. We have done a lot of things there، يعني قمنا بأشياء كثيرة هناك. Some friends have gone on a ride، some friends have gone on a ride، بعضهم ركب الملاهي. Some friends have swam in the swimming pool، بعضهم سبح في المياه. Some friends have gone for a walk، بعضهم ذهب للتمشي.
Some friends have played football. وبعضه أصدقائي لعب كرة قدم. Some friends have played tennis. وبعضهم لعب تنس. I have ridden the big wheel. أنا ركبت العجلة الدوارة. We all have had a wonderful time. We all have had. كلنا استمتعنا بأوقاتنا. We have played and had fun all the time. We have played and had fun all the time. كلنا لعبنا واستمتعنا ومرحنا. We have stayed in the fun fair for 6 hours. قعدنا في الفن فير دي لمدة 6 ساعات. Really it has been a wonderful holiday. Really كانت it has been يعني كانت a wonderful holiday يعني كانت أجازة ممتعة. بره عندنا لو طلب مني paragraph about my weekend عن أجازتك، طبعا أفعالنا تبقى هنا ماضي. In the following lines نفس اللي احنا قلناه فوق ولكن هنقول هنا بس ماضي. In the following lines I will talk about my weekend عن نهاية الأسبوع. Last week I went to the fun fair. أنا ذهبت الملاهي. I went there with my friends. كل اللي احنا قلناه هناك have been هنعمله هنا went ماضي يعني هنجيب الفعل ماضي. I went there with my friends. We went there by bus. رحنا بالباص. We took food and juice. أخذنا العصير والطعام بتاعنا. We took hats and cameras. وأخذنا القبعات والكاميرات. We bought tickets. اشترينا تذاكر. There were a lot of interesting games. كان في ألعاب شيقة. There were a lot of interesting games. I rode on the big wheel. أنا ركبت العجلة الدوارة. I felt afraid. شعرت بالخوف. But it was fun. ولكنها كانت متعة. Some friends went on a ride. بعض أصدقائي ركبوا الملاهي. They were happy. وكانوا مبسطين. Some friends swam in the swimming pool. بعضهم سبح في حمام السباحة. Some friends went for a walk. بعضهم ذهب للتمشي. We all had a wonderful time. كلنا قضينا wonderful time. We played and had fun all the time. We played and had fun all the time. We sang and loved. يعني غنينا وضحكنا. Loved the jokes. وضحكنا على النكت. We decided to go there again. وقررنا نروح مرة تانية. Very soon قريبا. We went back home late at night. We went back home late at night. يعني عدنا في وقت متأخر. Really it was a wonderful weekend. Really it was a wonderful weekend. يعني رحلة يعني فعلا كانت رحلة ممتعة. آخر حاجة معنا modern technology. لو قلنا نتكلم عن modern technology التكنولوجيا الحديثة. In the following lines I will talk about modern technology. I live in the age of technology. أنا بعيش في عصر التكنولوجيا. Thanks to modern technology بفضل التكنولوجيا الحديثة. Thanks to معناها بفضل. Our lives become easier and more comfortable يعني أكثر راحة وسهولة. In the past people used animals to go from place to place. في الماضي الناس كانت بتستخدم الانيمالز الحيوانات عشان تنتقل من مكان لمكان. People died from disease. الناس كانت بتموت من الأمراض. Today thanks to modern technology اليوم بفضل التكنولوجيا الحديثة. There are many inventions يعني يوجد الكثير من الاختراعات. We can travel by bus. ممكن نسافر بالباص. By car, by train, by or by plane. ممكن نسافر بالباص, بالكار, السيارة, بالترين, القطار, or by plane. We can get information on the internet. ممكن نحصل على معلومات من على الانترنت. Also the internet helps us to send messages. والانترنت ساعدنا على إرسال الرسائل. The mobile helps us to communicate with others. والموبايل ساعدنا على التواصل مع الآخرين. In any time في أي وقت. And in any place في أي مكان. The computer helps us to store information. والكمبيوتر ساعدنا على تخزين المعلومات. Really we can't live without these inventions. Really we can't live يعني لا نستطيع العيش بدون هذه without these inventions بدون هذه الاختراعات. طبعا دي اهم paragraphs منهج الصف الثالث الاعدادي للعام الدراسي 2022 الترم الاول. بعد كده عندنا leisure and sports facilities in your town يعني مرافق الترفيه والرياضة في بلدك. لو طلب مننا paragraph أقول له in the following lines I will talk about leisure and sports facilities in my town يعني الترفيه وطبعا أوقات الفراغ في مدينتي. I am a student يعني أنا طالب. I live in دمياط أنا بعيش في دمياط. It's a great and beautiful يعني هي عظيمة وجميلة. We have a lot of leisure and sports facilities in my town. We have a lot of يعني عندنا الكثير من leisure and sports
سبورتس فاسيليتيز وترفيهات في مدينتي أو تسهيلات ترفيهية في مدينتي in my town. We have a lot of beaches in Ras Al Bar. بالنسبة لمدينتي we have a lot of beaches in Ras Al Bar. We can spend the summer holiday there. ممكن نقضي الأجازة الصيفية. We can swim and enjoy the beautiful view of the sea at night. نستمتع بجمال البحر في الليل. We have Damietta Park. عندنا Damietta Park يعني حديقة دمياط. We can enjoy our time there. نستمتع بأوقاتنا هناك. We have Damietta Port. عندنا ميناء دمياط. We can go there and enjoy seeing the ships in the sea. ونشاهد السفن في البحر. Also we have Damietta Sports Club. عندنا Sports Club نادي دمياط الرياضي. We can do a lot of sports there. يعني عندنا رياضات مختلفة هناك. Really my town has a lot of leisure and sports facilities. يعني مدينتنا فيها تسهيلات ترفيهية كثيرة. Why don't you come and live in Damietta? Why don't you come? ليه ما تجيش وتعيش في دمياط؟ طبعا لو احنا بنتكلم عن مدينتنا طبعا كل واحد هيتكلم عن المدينة واهم ما يميزها. اخر باراجراف معانا ممكن يتكلم عن my community, عن مجتمعي. سواء my community أو what can I do أو what I can do to help people in my community أو ما أستطيع فعله لمساعدة الناس في مجتمعي. No one can deny that our community is a part of our life. No one يعني لا أحد can deny يمكن هو أن ينكر that our community إن المجتمع بتاعنا is a part of our life يعني جزء من حياتنا. For me بالنسبة لي I am a part of this community يعني أنا جزء من هذا المجتمع. I am a student يعني أنا طالب. I am 15 years old أنا عندي 15 سنة. I am in grade 3 أنا في الصف الثالث. I live in Damietta أنا بعيش في دمياط. To upgrade our community للنهوض بمجتمعنا. To upgrade our community I can help the poor ممكن أساعد الفقراء. I can give money to the poor ممكن give money يعني أعطي مال to the poor للفقراء. I can help the disabled who can't move or do jobs. I can help the disabled ممكن أساعد المعاقين who can't move or do jobs اللي ما يقدروش يمشوا أو يتحركوا or do jobs أو يقوموا بالوظائف. I can give a hand to those who need help ممكن أمد يد العون لهؤلاء من يستطيعون أو يستطيعون هنيد الذين يحتاجون المساعدة. We should all cooperate. We should all كلنا يجب أن cooperate نتعاون. And stand as one man ونقف رجلا واحدا. To help others لمساعدة الآخرين. Everyone has a great role towards his beloved country Egypt. Everyone كل واحد has a great role يعني لديه دور عظيم towards his beloved country Egypt يعني تجاه بلده المحبوبة مصر. We should يعني يجب we should donate money and help others يجب أن نتبرع بالمال and help others ونساعد الآخرين. We should work hard to achieve our dream يعني نتعاون ونعمل بجد لتحقيق أهدافنا أو لتحقيق أحلامنا dreams أو ممكن أقول goals أهدافنا and become a developed country ونصبح دولة متقدمة. Really Egypt isn't a home we live in but a home lives in us. Really يعني حقا Egypt isn't a home we live in يعني مصر ليست دولة نعيش فيها but a home lives in us يعني بلد أو وطن يعيش بداخلنا. آخر معنا ممكن لو نتكلم عن الكوميونيتي أول بتكلم عن my community اللي هو المجتمع. No one can deny شبيه بيه طبعا that my community is a part of my life. For me I am a part of this community. I am a student. I am 15 years old. I am in grade 3. I live in Damietta. My community isn't big يعني المجتمع بتاعي ليس كبير. The people are friendly and kind. الناس friendly and kind. They help each other بيساعدوا بعض. They do lots of things. They can help the poor ممكن يساعدوا الفقراء. They can give money to the poor يعطوا مال للفقراء. They can help the disabled who can't move or do jobs. They all cooperate and stand as one man to help others. Everyone has a great role toward his beloved country Egypt. We donate money and help others. We work hard to achieve our dreams or goals and become a developed country. Really Egypt isn't a home we live in but a home lives in us. طبعا هو نفس الموضوع طبعا سواء my community او how to help your community.
طبعا دي اهم الباراجرافز عندنا في منهج الصف الثالث، الاعداد.